شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي على التزام بلاده بتطبيق القرار رقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب وإجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار كاملا. وقال ميقاتي خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في بيروت إن أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه. وفي سياق آخر زار قاليباف موقع الغارة الإسرائيلية الأعنف في العاصمة اللبنانية بيروت وقال إن بلاده تقف إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني وستقدم كل ما تستطيع من العون.